نظرا لحساسية الملف اللي خداه إضراب طلبة الطب والصيدلة بالمغرب اللي وصل 213 يوما من الإضراب. غدا غادي نكملوا 7 شهور، غدا غادي نكملوا 7 شهور، يعني 7 شهور ماشي 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 رقم اللي ساهل. راه هذا تكوين ديال طلبة الطب والصيدلة اللي أونجو، تكوين اللي مرتبط بصحة المواطن المغربي. يعني هاد الملف هذا كنشكركم للحضور ديالكم، يكتسي واحد الطابع الاستعجالي اللي جينا اليوم في هاد الندوه باش اننا نوضحوا جميع الامور اللي غتتساهم في حل هاد الازمه، باش صافي نساليو مع هاد الازمه ما تزيدش الطول، لانه يعني سد باب الحوار اللي بقى واحد المده طويله بعد سنتين من الانتظار ديالنا، سنتين وحنا كنرفعوا الأسئلة ديال الطلبة، تساؤلات ديالهم، سنتين وحنا يا باغين نتفاداو أي تأزم ديال الوضع، سنتين ما لقيناش أجوبة شافية لعند الطلبة، لا سواء في طب الأسرة اللي كنا كنناقشوه ما بقاش مطروح على الطاولة، لا سواء في تخفيض مدة التكوين اللي كان عنده عدة إشكالات وما لقيناش أجوبة منذ سنتين. يعني حاولنا لمدة سنتين باش أننا نلقاو الحل، ولكن الغالب الله دارت المقاطعة، وحاولنا منذ 16 فبراير والحوار هو مسدود علينا، درنا أكثر من 100 اجتماع مع جميع الأطراف والفاعلين باش يديروا الوساطة باش نحلوا باب الحوار، أكثر من 100 اجتماع، سواء مع النقابات، سواء مع الهيئات الحقوقية، سواء مع الأحزاب السياسية، مع هيئات الأطباء، مع جميع مختلف الفاعلين باش أن البرلمان، جماعة تركنا المؤسسات الدستورية، ومع ذلك بقى الحوار مسدود أكثر من 4 شهور، وحتى البوادر اللي كانت مؤخرا كانت بوادر ديال الوساطة. يعني درنا جميع الحلول باش أننا نلقاو الحل. هاد 7 شهور يعني كنحاولوا جينا هاد الندوه باش اننا نوضحوا وندعيوا الحكومه انها يعني تدخل بشكل سريع في شخص رئيسي الحكومه انه يدخل بصفه مستعجله وينهي هاد الملف هذا، ونرجعوا للاقسام ديالنا، نرجعوا للمدرجات، نرجعوا للمستشفيات، ويعني نستأنفوا السير العادي ديال الحياه الجامعيه. يعني اليوم وصلنا بعد واحد الوساطة حكومية اللي كانت قبل الامتحانات، اللي حاولنا ما أمكن أننا نلقاو الحل فيها، عرضنا درنا الجمعة العامة ديالنا، خرجت بالرفض، كان التأييد والرفض هو ساري النقاش بيناتنا بين الطلبة. وهنا من هذا المنبر كنحيي الطلبه على الروح العاليه والوعي الطلابي الكبير ديالهم اللي خلاوهم انهم يناقشوا الملف بالتفاصيل الدقيقه ديالو ويكونوا منخرطين. هذا الجيل هذا هو اللي غادي يبني المغرب ديال الغد، هذا الجيل هذا اللي ناقش جميع التفاصيل هو اللي غادي يساهم في انجاح المشاريع الكبيره اللي غاديه فيها بلادنا. ما يمكنش ان الاصلاح يمشي بدون موارد بشريه، خاصه الاصلاح على المدى الطويل. مي كنهضروا على الاصلاح على المدى الطويل، كنهضروا على الشباب اليوم اللي غادي يكونوا مسؤولين غد. يعني خصنا نفتخروا بهذا الجيل هذا اللي كيناقش السياسات اللي كتطبق عليه، وهذا الشيء اللي زعما اللي غادي يخلي شباب الغد يكونوا مسؤولين قادرين على شغلهم غدا. يعني كنستغلينا هذا المنبر باش نحييو الطلبه، وفي هذه الوساطه الحكوميه كنا على اعتاب اننا نلقاو توافق أن الطلبة يتفاداو يعني مقاطعة الامتحانات، ولكن كنا متفقين معهم على واحد البرمجة ديال الامتحانات بطريقة توافقية، ولكن تفاجأنا بأن الامتحانات دبرت وتقررت وخرجت بطريقة يعني فجائية، اللي هادشي اللي خلى أن الطلبة ما يفهموا والو، وكاع جميع التوافقات وجميع يعني أغلب يعني التوافقات كانوا زعما كانوا بالنسبه لينا مزيانين، وكانوا نقاط اللي لا يقبلوها الطلبه، كنا نقدروا اننا نستأنفوا الحوار ونلقاو لها حل. ابين ذلك وتمت برمجه الامتحانات، والثقه اللي كانت مشات تراجعات من عند الطلبه، لانه تم نسف المحاوله وخلينا الطلبه يمشيو الامتحانات يقاطعوا،
هادشي اللي زعما نأسفوا له وما زعما ما فهمناش ومن مورا مقاطعة ناجحة ديال الامتحانات ديال الطلبة اللي بلغات يعني نسب عالية تفوق ما توقعناه. كنا كنتوقعوا 70% ديال الخيرات 80% ديال الخيرات وصلنا ل 94 فما فوق كل نهار كتزاد النسبة. يعني هادشي كيبين ان الطلبة مقتنعين، الناس اللي بغاو يدخلوا راه دخلوا، الناس اللي ما مقتنعينش راه ما كانوش مقتنعين، ولكن الأغلبية الصحيحة كانت مقتنعة باستكمال المسلسل النضالي. يعني هادشي فين كان الإشكال. ومن وراء جات الوساطة البرلمانية التي نثمنها تثمينا عاليا لما لها من دلالات، لها دلالات كبرى ان البرلمان داخل في هموم المواطنين ديالهم وهموم هاد الشريحة اللي هما طلبة ديال الطب والصيدلة اللي هما أطباء المستقبل صيادلة المستقبل. البرلمان دخل وهذا الشيء زعما نثمنوه تثمينا عاليا لا من سواء يعني أحزاب الأغلبية ولا المعارضة. كانت بادرة قل نظيرها، ما كنشوفوهاش بزاف، ولكن يعني صراحة عجبات الطلبة وعجبتنا كلجنة وطنية. وتم تنظيم واحد الاجتماع اللي عرضوا فيه العرض الحكومي، وحنايا عرضنا فيه العرض ديال زعما ما يروج عند الطلبه المتوافق عليه عند الطلبه، وحاولوا انهم يتفاعلوا معنا لانهم يعرضوا داكشي اللي عرضنا عليهم الحكومه، وكنت كيتسناو حتى هما الرد ديال الحكومه وكنتسناوهم حتى حنايا باش اننا نلقاو حل. وتمت برمجه ولا توافق على برمجه امتحان ثاني، على توافق على تنظيم اجتماع ثاني مع الفرق ديال الاغلبيه والمعارضه باش ان شاء الله هذه الوساطه هذه تنجح ونحلوا هذه الازمه.